اهلا بحضراتكم معانا النهارده في الحلقه اليوم في مقدمه احداثنا. الفريق السيسي لم نخن العهد ولا نغدر ولا نتآمر ومصر هتبقى ام الدنيا. عرضنا على الرئيس السابق الاستفتاء على بقائه لكنه رفض وتدخلنا عندما سحب الشعب شرعيته منه. الدكتور محمد البرادعي يؤدي اليمين الدستوري كنائب للرئيس للشؤون الدولية، والدكتور حازم الببلاوي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة، وحسام عيسى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتعليم العالي، نبيل فهمي للخارجية، إيناس عبد الدايم للثقافة، والبرعي للتأمينات الاجتماعية. اهلا بحضراتكم معانا النهارده في الحلقه اليوم. النهارده كان الخطاب ما بين قوسين السياسي، التعليق الاول للفريق اول عبد الفتاح السيسي على ما حدث على مدى الايام والاسبوعين اللي فاتوا، التعليق الاول او الظهور الاول لوزير الدفاع بعد البيان اللي تم القائه بعد انتهاء مهله ال 48 ساعه. فريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كان في اجتماع مع ضباط وجنود من القوات المسلحة في مسرح الجلاء، وقال في هذا التجمع يعني إنه القوات المسلحة بعد ما تأكدت من مطلب الشعب المصري وإرادته تصرفت تحت أمر هذا الشعب وليس تحت أمر أي طرف آخر وفي خدمة هذا الشعب ولا تملي عليه أي شيء. فريق السيسي قال أنه ظروف كانت فرضت على القوات المسلحة الدخول إلى العملية السياسية، فكان هذا هو استدعاء من الشعب لتعديل موازين مالت وحقائق غابت. إن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملي عليه. وإذا كانت الظروف قد فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال التي طرأت على مصر بعد ثورة 25 يناير، أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت. إن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها، وكانت تفضل ولا تزال وسوف تظل وافية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه. فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح جلي، وليس من حق أي طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه. احنا قلنا قبل كده ان احنا جيش وطني شريف صلب، وصلبته جاية من شرفه. لا نعرف التآمر ولا نعرف الخداع، وما كانش ممكن أبدا نشوف المصريين كلهم أو معظمهم مفزوع وخايف وحاسس إن هو بقى أسير محدش يقدر يفك أسره. أنا كنت قلت مرة قبل كده إن إحنا نروح نموت أحسن. أنا أقسمت بالله إن إحنا ملناش طمع، وحتشوفوا ملناش طمع في أي حاجة. لما كنا في نادي ضباط الشرطة وقلنا دعوة للحوار مش احنا اللي نقودها، لكن كنا خايفين ان الخلاف بين الكبار يفضل ينزل لغاية لما يصل الى الشعب المصري كله.
ويبقى في انقسام عميق جدا بين المصريين. فقلنا اقعدوا وتفاهموا مع بعض، ولم أتقاعس ولم أتردد في أن أنا أعطي النصيحة المخلصة الأمينة، المخلصة الأمينة للرئيس خلال السنة دي بالكامل أو من أول ما توليت الوظيفة. ما فيش حد أبدا فكرة الدولة عنده أن يتم حصار محكمة دستورية تعتبر يعني منصة دستورية قانونية عليا في الدولة. محدش يقوم يحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي، لا، ده في جيش وطني عظيم هنا. وافتكروا كلمتي لما قلت الجيش المصري جيش وطني، جيش وطني، جيش لمصر وللمصريين مش لحد تاني. حرية الناس، حرية اختيار الناس لحكامها أمر محدش يقدر يزايد بيه في الدين ويقول يا شريعة يا حاجة تانية، لا، دي تجربة حكم، إن نجحت فيها فأنت نجحت وإن فشلت فيها أنت فشلت. لكن اوعى تقول إن ده دين والناس دي بتحارب الدين، كده خلط للأوراق، كده خلط للأوراق. الدين كله رفق، كله فكر، كله علم. النهاردة على المستوى السياسي كمان الدكتور محمد البرادعي كان بيؤدي اليمين الدستوري أمام المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، وذلك لممارسة منصبه الأساسي الجديد وهو نائب رئيس الجمهورية للشؤون الدولية. هذا حدث في قصر الرئاسة، وكان في نفس الوقت الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المكلف بيلتقي بعدد من المرشحين لتولي مناصب الوزارية في حكومته، في يعني نقدر نقسمهم لجزئين أو لمجموعتين. مجموعة يبدو أنه تم الاتفاق عليها وأبلغت موافقتها بالفعل على ما عرض عليها من حقائب وزارية، وده زي الدكتورة دورية شرف الدين، زي الدكتور أحمد البرعي، زي الدكتورة إيناس عبد الدايم. إحنا بنتكلم هنا عن وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، وكمال أبو عيطة المرشح لوزارة القوى العاملة. ولكن النهاردة كمان كان الخبر الخاص بالدكتور حسام عيسى، بعيدا عن الوزارة اللي هو من الممكن أن يتولاها، المؤكد أنه أصبح نائبا لرئيس الوزراء، والمؤكد في تقديري أنه لو الخط ما تقطعش أنه الدكتور حسام موجود معنا على التليفون. برحب بحضرتك معنا يا فندم في الحال اليوم. أهلا بيك. أهلا أهلا، ازي أخ شريف، ازيك؟ الحمد لله يا فندم. أنت المرة فات هربت مني، بس معلش. معلش أنا بعتذر لك. لا أنا بهزر معك يا رجل. دكتور حسام، ما ايه اللي عرض على حضرتك بالظبط واتكلمتوا في ايه؟ ايه الافكار اللي عند حضرتك دلوقتي هتبدا مرحله جديده من العمل السياسي كجزء من الجهاز التنفيذي في مرحله يعني اقل ما توصف به بانها مرحله شديده الحرج؟ نعم، يعني شوف، اللي طلبوا سياده رئيس مجلس الوزراء اني اتعاون معه، وكان كلمني قبلها بيومين، وفعلا يعني ما فيش فيها، ما عادش فيها سر انني كنت مترددا بعض الشيء، على اساس اني مش لاني مش عاوز اشارك في العمل العام، انه بقالي سنين مكاني اساسا في الميدان مع الناس وبخدم بهذه الطريقه، وفي المقاومه وفي يعني الرد الايديولوجي على الافتراءات، ويعني في مساهمه في المقاومه بشكل عام. إنما في النهاية اتفقنا النهاردة والدكتور حازم ببلاوي، أنا كنت طرح أساسنا مرشح وزير يعني للتعليم العالي. أي فن. فقال لي إنه أنت الآن مرشح لي أن تكون نائبا رئيس الوزراء لشؤون العدالة الاجتماعية ووزيرا للتعليم العالي. أي. ووافقت على هذا. ايه 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 الهدف الرئيسي اللي حضرتك ممكن تتخيل انه ممكن تحقيقه من خلال منصب يعني وزاره التعليم العالي؟ نعرف الدكتور حسام عيسى وما نعرف ايه نوعيه التطوير اللي ممكن ينقله فيها، لكن نائب رئيس الوزراء للعداله الاجتماعيه ماذا يفعل؟ ايه الجوب ديسكريبشن او ايه مهام هذه الوظيفه؟
يعني حبيت تقول المهام لم تحدد، إنما لم تحدد. الفكرة فيها إن أنا كان عندي تخوفات إنه تكون مفهوم العدل الاجتماعي وفي السياسات القادمة يكون متراجعا، وده أمر بالغ الخطورة. أن رأيي بدون سياسات فعالة للعدل الاجتماعي في مصر إحنا سنفقد ثقة الجماهير، وبالتالي نفقد الإمكانية على مواصلة العمل. بدون تأييد شعبي عارم أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه الظروف بالذات. أي والشعب المصري زي ما قال الأستاذ هيكل يومين في حديث معايا، يعني قاس مثلما لم يقاسيه أي شعب آخر في السنوات الأخيرة، قاس يعني شيء معاناة مذهلة. وإنه لابد أن يبقى فيه توجه حقيقي في السياسات. العدالة كلها مش مسألة أخلاقية توزع الناس فلوس، القضية بقى سياساتك الاقتصادية كلها قايمة على أنه تحميل الأغنياء قدر من الأعباء اللي التي لم يتحملوها حتى الآن. وده بتفترض سياسة ضريبية مختلفة، وبتفترض سياسة في الأجور مختلفة تماما عما هو قائم. فأنا طرحت مخاوفي هذه على الدكتور حسن بيه، واللي كان متخذ قرار من قبل ما أروح، قال لي أنت تستطيع الآن بصفتك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العدل الاجتماعي، يعني يبقى لك سلطة أولا، يبقى في فكرة الحوار، إنك تتحاور مع أي وزير بيطرح سياسة، حاول بس مش هتفرض عليه أي شيء، إحنا بنحاول أي مشكلة. يعني ده جزء أساسي إنه اللي أنا فهمته من حضرتك، وحضرتك صلح لي، إن يبقى في نوع من التناغم أو الانسجام في أداء الوزارات كلها لتحقيق هذا الهدف، وحضرتك تبقى الـ الـ المتابع له بشكل أساسي. المتابع والمدافع عنه. والمدافع عنه. إذا اتنسى يعني. بالظبط كده، أنا مهمتي أبقى محامي العدالة الاجتماعية. نتمنى ليك التوفيق في هذه المهمة دكتور حسام عيسى. كما نقل أيضا عن الأستاذنا الكبير الأستاذ هيكل، أنه صحيح المصريون قاسوا كما لم يقاسي شعب خلال السنوات اللي فاتت. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام. بينضم لنا كمان دلوقتي على التليفون سيادة السفير نبيل فهمي، طبعا هو أحد أسماء البارزة في الدبلوماسية المصرية. سيادة السفير برحب بحضرتك، أم علي أن أقول سيادة الوزير؟ يعني أنا مرتبط، أصل الدبلوماسيين بيرتبطوا بالنصوص، وأنا مرتبط بأنه عرض علي منصب وزير الخارجية وقد وافقت. أي مظبوط. ده الساوند بايت، أو ده اللي حضرتك قلته بالظبط. اللي حصل الدكتور بدلاوي النهاردة طلب لقائي، وفعلا رحت قابلته في المكتب، وعرض علي أن أتحمل عقيبة الخارجية المصرية في الحكومة الجديدة، وأنا يعني ناقشنا في نظرته للمرحلة القادمة، وسعدت أن أنا وافقت على هذا الطلب. هذه الخطوة اللي تمت اليوم، وانتظارا بقى لحلف اليمين، وبعد كده تحمل المسؤولية رسميا يعني. بعد حلف اليمين إن شاء الله، هل في ترتيب معين للأولويات؟ ملف أثيوبيا والمياه وأفريقيا اللي احنا مجمدة عضويتنا فيها دلوقتي؟ في مجموعة حاجات، إنما الحقيقة أنا أفضل تناولها بعد حلف اليمين لاعتبارات كثيرة. أي. منها وأولها الحقيقة إن أنا بعتز بي وبحترم الوزير الحالي طبعا، وهو حاليا الوزير حتى حلف اليمين، فهتجنب الدخول في الجانب الموضوعية إلى بعد ذلك، وسألتقي حتى مع الوزير محمد عام لنتناقش حول القضايا وننظر للمستقبل. في الجميع في النهاية ننظر للمصلحة المصرية في المقام الأول. نتمنى لحضرتك التوفيق وزير الخارجية المرشح السفير نبيل فهمي حتى يؤدي اليمين الدستوري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. مستمرين مع حضراتكم في الحالي من بعد الفاصل.